ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اتعودنا مع بعض في سلسلة المعلومات القانونية اللي بيقدمها موقع نقابة المحامين اننا كل مرة نتكلم عن الموضوع من الموضوعات اللي بتهم ولادنا واخواتنا من شباب المحامين. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن موضوع القرينة القضائية والقانونية، بس النهاردة هنتكلم عن موضوع الفرق بين محضر جمع الاستدلالات ومحضر التحليل. لازم تبقى عارف ان اللي بيعمل محضر جمع الاستدلالات الشرطة او رجال المباحث، اللي بيعملوا تحرياتهم وجمع الاستدلالات عن الواقعة او عن الجريمة. والمحضر ده المحكمة بتعتد به على سبيل الاستئناس، لكنه غير ملزم لتكوين عقيدة القاضي، لكن المحكمة بتبص له بعين الاهتمام باعتباره احد القرائن او احد الشواهد التي تستأنس بها المحكمة عن حقيقة ملابسات الواقع. ومحضر جمع الاستدلالات يختلف كلية عن محضر التحقيق، لأن محضر التحقيق اللي بتجريه النيابة العامة وتجريه مع المتهم بشخصه ويلزم على التوقيع على أقواله، بعكس الأمر في محضر جمع الاستدلالات الذي من الممكن أن لا يجبر أو يلزم المتهم بأن يوقع عليه. لكن محضر التحقيق بتجريه النيابة، النيابة فيه بتوجه أسئلة للمتهم وتوجه للمتهم يعني ما يعرف به مدى علاقته بالجريمة وأسباب تواجده في محل الجريمة، ثم توجه إليه المنسوبية وهو توجيه الاتهام بأن ينسب له الاتهام بارتكاب جريمة معينة. محضر التحقيق اللي بتجريه النيابة العامة بيعتبر من أهم المستندات التي تعول عليها المحكمة في إصدار أحكامها، باعتباره مستندا رسميا أجري بمعرفة النيابة العامة بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل مع المتهم بشخصه، لتكون أقواله أمام النيابة هي الحقيقة التي تستند إليها المحكمة. لكن ده لا يمنع أن المحكمة ممكن تعمل محضر تحقيق، أن المحكمة تتولى إعادة التحقيق وتحقق في الجلسة أو تحقق في المدولة وتعيد التحقيق مع المتهم وتسأله، وإن المحكمة تاخد بأقوال المتهم وإجاباته اللي يقولها في المحكمة وتطرح ما جاء في تحقيقات النيابة العامة. لكن في الغالب أقوال المتهم اللي موجودة في تحقيقات النيابة العامة بتعتبر هي الركيزة الأساسية التي يكون عليها القاضي الجنائي عقيدته في إصداره للأحكام. يبقى عرفنا أن الفرق بين محضر جمع الاستدلالات ومحضر التحقيقات، جمع الاستدلالات يجريه رجال الشرطة والمباحث، التحقيقات تجريه النيابة العامة، الأول غير ملزم، الثاني ملزم، الأول للاستئناس، الثاني لتكوين عقيدة المحكمة في إصدار حكمها باعتباره من المستندات والأوراق الدالة على ارتكاب الجريمة، والتي تعتبر من أهم المستندات التي تبني المحكمة عليه عقيدتها وتكوين فكرتها حول الجريمة وإصدار الأحكام. شكرا لكم. أحمد مهند.